السلام عليكم ورحمة الله. الآن سنقل لكم علامات الطرقية. يا بسم الله، علامة من هناك أربعة أصناف. هناك أربعة أصناف من الإشارات المرورية موجهة لجميع مستعملي الطريق، سواء سائقين أو راجلين، وهي الإشارات العمودية والإشارات الأفقية، بالإضافة إلى إشارات أعوان المرور والإشارات الضوئية. نبدأ بالعلامات العمودية. علامات عمودية لها أشكال وألوان مختلفة ترمز إلى تعليمات بداخلها يجب احترامها، وهي علامة المنع، علامات الانتباه، علامات الإرشاد، علامات الإجبار. أنواع العلامات العمودية: علامات الانتباه، علامات على شكل مثلثات بيضاء إطارها أحمر يتوسطها رمز يشير إلى نوع الخطر أو الحاجز أو منطقة الخطر، وتفرض هذه العلامات يقظة خاصة. انتباه، مكان يرتاده الأطفال. انتباه، ممر رجلين. اسمح بالمرور. اسمح بالمرور. انتباه، ملتقى الطرق الأسبقية لليمين. علامات المنع، شكلها علامات على شكل أقراص بيضاء محاطة بشريط أحمر وتشير إلى منع المرور أو القيام بمناورة معينة أو إلى قواعد مرورية خاصة. اتجاه ممنوع على الدراجات. اتجاه ممنوع على جميع وسائل النقل. علامات الإجبار، ممر علامات على شكل أقراص ذات لون أزرق بداخلها رمز يشير إلى طبيعة الإجبار. ممر إجباري للراجلين، مسلك إجباري لسائقي الدراجات العادية. اتجاه مداري إجباري، اتجاه إجباري جهة يمين، جهة اليمين. علامات الإرشاد، علامات على شكل مربعات أو مستطيلات بلون أزرق تحمل بداخلها معلومات خاصة. إشارات أماكن خاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة الحركية. وسط المدينة، محطة توقف الحافلات. أنواع العلامات الأفقية: هي علامات أرضية يجب الالتزام بها وهي مكملة لعلامات الورق العمودية. علامات طولية هي خطوط على طول وسط قرعة الطريق، إما متصلة وإما يمنع التجاوز فيها أو متقطعة يسمح بالتجاوز فيها، وإلا كانت متصلة ومتقطعة متصلة ومتقطعة في آن واحد ويسمح بالتجاوز من الجهة المتقطعة. علامات عرضية هي خطوط على شكل على عرض قارعة الطريق، خط متواصل عرضي مع علامة قف يتعين الوقوف قبله. ها هي قف، أو خط متقطع عرضي مع الضوء الأحمر يتعين الوقوف قبله. خط خطوط عريضة بيضاء متوازية تشير إلى الممر المخصص الراجلين لعبور الراجلين. أنواع الإشارات الضوئية: تتواجد الإشارات الضوئية عند ملتقيات الطرق وهي موجهة للسائق والراجل على حد سواء. الضوء الأحمر يعادل اشتغال الأخضر لصورة الراجل، وقوف إجباري للعربات ويسمح للراجلين بالعبور بعد التوقف التام للعربات.
الضوء الأخضر يعادل الشغال الأحمر لصورة الرجل، يمنع عبور الرجل ويسمح للعربات بالسير. أونكور. الضوء الأصفر أو البرتقالي ينبه السائقين للاستعداد للتوقف ولا يسمح للرجل بالعبور. إشارات أعوان المرور تحل إشارات أعوان المرور محل إشارات الضوئية وعلامات التشوير. ينبه عون المرور سائق العربات للاستعداد للتوقف، يقابله اشتغال الضوء البرتقالي. عون مرور يسمح للعربات القادمة من جانبيه الأيمن والأيسر بالمرور. جوج اللي جاي من اليمين واللي من اليسار، يقابله اشتعال الضوء الأخضر. يقابله اشتعال وليس اشتغال، يقابله اشتعال. يأمر عون المرور العربات التي أمامه وخلفه بالتوقف، يقابله اشتعال الضوء الأحمر. وهناك علامات متعددة، ونسأل الله السلامة للجميع في هذا اليوم الوطني للسلامة الطرقية. علينا أن ننتبه جدا ونحفظ هذه العلامات ونطبقها على أرض الواقع، وهذا هو الأهم. وكفى من الأرواح التي تزهق كل يوم أو كل دقيقة أو كل ساعة. شكون اللي صحيح؟ كل ساعة مثلا، كل ساعة فهناك ضحية من ضحايا حوادث السير. هناك الحوادث المميتة التي تكون قاتلة، وهناك الحوادث التي تتسبب في عاهات مستديمة كفقد الرجلين أو فقد اليدين أو إلى آخره. نسأل السلامة للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم تلميذ يوسف الذي هو في الأساس طموحه أن يصبح شرطيا للمرور. إلى اللقاء.